تقرير نشرته وكالة بلومبرغ بعنوان سيتم تحديد أسعار الوقود لفصل الشتاء في الرياض، فيما أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن السعودية تجني ثمار تخفيض إنتاجها للنفط. قالت وكالة بلومبرغ في تقريرها بحسب ما نقلت روسيا اليوم أن المملكة العربية السعودية أكثر من روسيا أو الولايات المتحدة أو حتى أوبك بلس ستحدد اتجاه النفط لبقية العام وما بعده. ومع تسجيل أسعار النفط قفزة في الأسعار، كشف الشرق الأوسط عن قلق في الأسواق الأمريكية بشأن انخفاض مخزونات الخام الأمريكي في مركز التخزين الرئيسي بولاية أوكلاهوما إلى ما دون الحد الأدنى من مستويات التشغيل. وأظهرت بيانات الصناعة الصادرة في الشرق الأوسط أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي بنحو 1.6 مليون برميل مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدرة 300 ألف برميل تقريبا. تقرير وكالة بلومبرغ تداوله نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، واشتعلت منصة اكس بالتعليقات التي أثنت على خطة ولي العهد الجديد الأمير محمد بن سلمان، فيما عبر البعض عن فخره للدور المحوري الجديد الذي ستلعبه السعودية في تحديد اتجاهات أسعار الوقود وستكون أهم من أمريكا في العصر الحديث. السعوديون أضافوا أنه بفضل ولي العهد السعودي، السعودية هي من ستملي على العالم كله أسعار الطاقة للأعوام القادمة بناء على مصلحتها. ومع حالة القلق الأمريكية التي تتزايد من أسعار النفط، زادت وول ستريت جورنال طين بلة عبر تقرير نشرته حمل عنوان السعودية تجني ثمار تخفيض إنتاجها النفطي. وول ستريت جورنال وصفت الفوز السعودي في المقامرة على تخفيضات النفط، مؤكدة أن البلدين حققا عائدات كبيرة نتيجة لارتفاع الأسعار التي شهدها القطاع مؤخرا. وفي التقرير جنت كل من السعودية مليارات الدولارات من عائدات النفط الإضافية في الأشهر الأخيرة مع روسيا، على الرغم من أن مستوى إنتاجهما كان منخفضا. فهل دخلت السعودية إلى بوابة القرار العالمي من أوسع أبوابه؟